بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس استشهاد صفحة 63، الوقت والابتداء. لمعرفة الوقت والابتداء أهمية كبرى في كيفية أداء القرآن حفاظا على سلامة معاني الآيات. هنا في وقت الابتداء أهمية زورك يا لويك شون تواني أدائي بوتي شون أقل جوان أدائي كي أبيت حفاظك لسل سلامة معاني حياتك وبعدا عن اللبس والوقوع في الخطأ وهل وها دور كرنويك للشيوان وواقعون لخطأ. وهذا يحتاج إلى دراية بعلوم العربية، هو محتاج بوي كإنسان دركي نسبة علوم عربي به وعلم القراءات وتفسير القرآن حتى لا يفسد المعنى معناك فلابنك. ولهذا أمثلة مثال زلامة، فيجب الوقت مثلا على قوله تعالى ولم يجعل له عوجا ثم يبتدئ قيما لينذره، يعني أوى وقتك لبدا واجبة شنك وقتك قيما هروك سفد وعوجا لينذر بأسا شديدا من لدن، لئلا يتوهم أن قوله قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صفة لقوله الصالحات تا ونظرك وصفة لقولك الصالحات أن لهم أجرا حسنا فتبو بإصلاح عمل الصالحات أن لهم أجرا حسنا شنك بغنية إذن عوج لا يكون قيما شنك قيما شنك عواج نابتا بإصلاح صفات بو قيم ولم يجعل له عوجا قيما شن عوج ألم يبقى يعني تي يعني لاري قيما يعني فائدة فائدة لاري زد يكتري فائدة خو نابت صفات بو عوج صفر خاتبة وقفة لدى واجبة وغلطي من سيوة الصالحات أنا لو مدر حسنا وجاءت ودقوا عوجا يكون سيوة ولم يجعل له عوجا وإصلاح يكون. وعلى ما آخرهم ها أستكت في مثل قولي تعالى وهذا رشار واجبة كهي ستكت يا ليتني لم تكتابيا فليس له اليوم ها هنا أمين وهذا غلطي نسمع وذاك كالسفية صفة لقوله الصالحات أن له مدن حسنة أو غلطي نسمع الصالحات هل وكويسر لم يجعل له عوجا أبشت كاوان ولم يجعل له عوجا هك كلنا وآية صالحات أن لهم أجر حسنا يعني كلنا وآية الذي يدعو ابن سن ولم يجعل له عوجا ظهر عوجا وتحسنا إن كان منزول استفاد بو عوجا كناية قيما فيساع نابتا استفاد بو عوجا وهل وهاويك آخري آيسا هنا لا أبدا يا ليتني لم أوت كتابيا آلا ليردا آوش فليس له اليوم ها هنا حميم أوش الغرض نسبة ليردا وحاهين شوية نظن بو أغاني آوات يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا آل ليردا رجعت ولم أدري ما حسابيا وقوله ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا أوش هلوها يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا آل ردا هلك لسم ماليا هلك آل ردا أو سكتيا واجبة تود أو يستطيع شوارع حتما فشتي سيك بنسية جسيرك أو جدايشي كردوت أو لدايش أو آيشي اشتبان نسية وفليس له يومها هنا حميم حاهي جوائية يمينيا فإنك في غير القرآن تثبت هذه الهاء إذا وقفت أتولى غير القرآن دا أو هي بثابتي ديالي تواقر وقفك مثلا قال ما أغنى عني مالي هنا وتحذفها إذا وصلت وقتك الوصل بكي حذف لك وهي مكتوبة في المصحف بالهاء لأن المصحف هب هي نسراوة فلا يوصل بخبنا بوصل كريم لأنه يلزم في حكم العربية إسقاط الهاء في الوصل شنو لازم ده لحكم عربية لا كتور هيت ساقط كردوة لوصلة فإثباتها إذا وصلت مخالفة للعربية
مخالفه للعربيه. فزقت صاحبتي كي وقتك وصيه كي وجدت مخالفه عربيه وحذفها مخالفه للمصحف. حطيش كي مخالف للمصحف ليلى دلاوى ليلى كي تشيب كي وفي الوقت عليها اتباع للمصحف والعربيه معا. جاءت وقتي لسر بكي او هم وشون مصحف كوتي هم وشون عربيه. فزقت ويا بويا او عندنا ما اغنى عني ماليه ما اغنى عني ماليه لما ليراسيا او هي لقران لا نسراوا لحكم عربي جداويك هرو هي كذا نبي ما اغنى عني مالي ثانيا اي لو ذا هي هاتوا اتو اگر تبي رانا وستي خب لقى العربي مشكله ذو بيرنا اگر تبي راب وستي او هي هين دبي لا لا ثانيا فلو بينا تو بس لا وقت فكي دبر خاصي وكماليه هرو خوي بمن يتوا و بيت لا بحالات التكتيك ده انا وكحسما انا بستكر بمعنية ولا سري. وجواز الوصل بالهائي انما يكون على نية الوقف اوي كتزاي دي شان بسر هي الراب وصي بنية الوقف يعني بنية الوقف لا سري راب وصي لنا بنية ويك مثلا ذروي نعم ويش سكت دان راو يعني اقل يشتب اروي هاد ما دام كاروي سكتك حتما ببكي يعني امكانية كتب لي ما اغنى عني ماليه هلك عن السلطاني بسريك. ويجب الوقف مثلا على قوله ولا يحزنك قوله قال لا وقف مطلق يا جماعه وسي بحث من راوسي شو معنى كي عوضك ثم يبتدئ ان العزله لله جميعا كي يستقيم المعنى لما خاتم معنى كي مستقيم لتو شو نقل تو مستقيم روي او اغانك قولي اوان تونا راح لك كعزه وقلها يقول قولي اوانيه بلكو معنى كي لا اصلا ولا قولي اوان تونا راح لك عزتها ميبو الله اوان معناك لأنه إذا وصل وصلا بوصل بكري أوهم هذا أن القول الذي يحزنه هو قولهم إن العزة لله جميعا وليس كذلك شنو قال وصل به واقعني كو قولي وافع منا راحتك وهي مشركانا فهو وادرني إن العزة لله جميعا لحاولك أكوى مشركان هذا. ولا شك أن معرفة الوقت والابتداء لها فائدتها في فهم المعاني وتدبر الأحكام شكيت أني كناسين وخوي ابتداء فائدة خوي هي لفهم المعنى وكركنه الأحكام. عن ابن عمر قال لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتي الإيمان قبل القرآن. برهة لزمان إما زندگي ما كل حالة كان فلق إما هتشوف ولا إيمان فيش قرآن. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان برا مروا بينين كسانك هن كبير إيمان قرآن في ربن ويقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لفاتحة وتأخر خينيس ما يدري ما أمره ولا زادره نظن أمر القرآن كامل ونهي القرآن كامل ولا ما ينبغي أن يوقف عنده نظر إلى ذبيل الشراء وصدر وكل حرف منه ينادي حرحت ابن القرآن آوى نداكات أنا رسول الله إليك لتعمل به عملنا أرترابكم خدانا بمي بويك تو عمل بيبكي وتبتعز بمواعدي بموعد كان عملك موعد ورقلي. أقسام الوقت اختلف العلماء في أقسام الوقت فقيل ينقسم الوقت إلى ثمانية يضرب تام شبيه به يعني شبيه تام ناقص شبيه به حسن شبيه به قبيح شبيه به وقيل ينقسم إلى ثلاثة تام جائز قبيح وقيل ينقسم إلى قسم تام قبيح والمشهور أنه ينقسم إلى أربعة أقسام تام والمختار كاف جائز حسن المفهوم قبيح المسروق هذا تضيع. فالتام هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده أولك متعلق به شيء لدواء أخوي وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآية أكثر أثر آية كان كقول تعالى وأولئك هم المفلحون ثم يبتدئ إن الذين كفروا وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة داروا يفش فأولئك هم بيت فاصلة كتابت آية كتابت كتابت وكو جعلوا أعزة أهلها أذلة أهل الردام السلام وكذلك يفعلون وجد إليه جدا حيث انتهى بهذا كلام بالقيس كلام بالقيد على يتوابط مقالة على وكذلك يفعلون وهو رأس فعلا الرواية الوسط يا آيام مثلا أو بيشت إيوالا راوصي باشا. والكاف الجائز هو الذي يكون اللفظ فيه منقطعا ويك اللفظ كم منقطع فيها ويكون المعنى متصلا يعني آية كوتو توصل شمال آية والله معناك رأسي فيك ومن أمثلته كل رأس آية بعدها لام كي هذا رأس آية كالذي أول لام قراري قلت بلا آية كي دواتر أو ديارك رتيان بيك ويعزد بو آية كشود يعني طبعا كقول تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لينذر من كان حيا يقول لينذر أو لا ما جينتك دليل جينته وقوي كشو يعني القرآن بإصلاح يا دوري خير نويك يا أشكا وبو ويك بترسينه وكان بندوكا ويحق القول على الكافرين ديوا بو
ذلك الذي يناسب ويتش. والحسن هو الذي يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده. باش كلا سيرا بوسي باش نيكا وهنا دعاك بابتداء السبك بلكو بسريك وخيانك باش لتعلقه به في اللفظ والمعنى كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الان لرداء او وقف حسن يعني راوسي باش لبرخاتي ويكا جوان الراوسة فلان درستك أو إدوائيش هل أولا ونبوايا وهل فيكو معلق بوايا باش متعلق بوايا فلان أولا غالب ترى أولا كالسري غالب وستي وقفك غالب ترى فلوه حسنك غالب وستي. والقبيح هو الذي لا يفهم منه المراد أولا كغالب وستي مراد كيف يكسي كيف فهمناك كالوقف على قولي لقد كفر الذين قالوا والابتداء بقولي إن الله هو المسيح ابن مريم فلان لأن غالب وستي قبيح سمع لك تواعظه لأن المعنى على الابتداء يكون كفرا شن معنى بابتداء نتوب تختني أكثر يقول إن الله والمسيح ابن مريم كفرا ونظيره قوله تعالى مسلم سالك كذا وإلا قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فلا يقف على قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وهكذا فدوا شاكك ولما تدواج على منهايك ألان مرسوم معمولا لدواء بحثك علامتك واشتك دينات التجويد وآداب التلاوة. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قارئا ندي الصوت يعني دنجي بز يجيد تلاوة القرآن بجواني تلاوة القرآن يكل وللتلاوة الجيدة أثرها لدى القارئ والمستمع في فهم معاني القرآن وإدراك أسرار إعجازه. تلاوة جوان أثري خويها هم بو خاوي ويخينته وهم بو يجورا أقول لسي أثري لفهم معنى كانوا إدراك أسرار إعجاز القرآن في خشوع وضراعة لا خشوع لا تضرعنا فما نتوي تأثيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيه فالمتي من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم يعني كسك أي القرآن بترتازي غضا يعني ترتازي جواني وكو يريك نازل بولي خينتوا بس قراءة ابن مسعود خينة يعني ابن مسعود وذلك لما أعطيه من حسن الصوت وتجويد القرآن أجل بخافي دنجا خوشة كيف ولو رغاد تجويد كيف. وللعلماء قديما وحديثا عناية بتلاوة القرآن حتى يكون النطق صحيحا رخت في النطق الصحيح بيت توجيه زر كفلو ويعرف هذا عندهم بتجويد القرآن كان في تجويد وأفرده جماعة بالتصنيف نظما ونثرا جماعة بالشعر وبالنثر نسيب يعني التجويد وان يمس مش معنى وعرفوا التجويد أوش تعرف يعني كذا لأنه إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها وما نهاية حرف كان حق ترتيب خويك يبدأ ورد الحرف إلى مخرجه وأصله حرف قبل أن يسمى مخرج وأصله خويك وتلطيف النطق به بلطافة الناس بجوانب النطق به على كمال هيئته لو فرد كمال هيئتك من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف فبيوك إسراف تيوك فبيوك إسراف ثقيلت لا بخذ بك كميك فبيوك إفراط وبيوك تكلف تختيش فالتجويد وإن كان صناعة علمية لها قواعدها التي تعتمد على إخراج الحروف من مخارجها. تجويد قرسين وخوي فنك علمية كقواعد كخويها كاعتماد داوة السلوية كحرف كان إخراج فن دين دار إلى المخرج كان مع مراعاة صلة كل حرف بما قبله وما بعده لقلويك سبادي الحرف لقبل ما قبل وما بعد خيني وبمراعاتك في كيفية الأداء ويشون أداء كريم فإنه ما وجود يويش فإنه لا يكتسب بالدراسة بقدر ما يكتسب بالممارسة والمراهنة ومحاكاة من يزيد القراءة. ألا أو جوريك بدراسة كسب نابب بأندازي أويك بممارسة التمرين كسب بمحاكاة يعني حكاية كلمة كسب كجوان قراءة خيانة توا كسب يعني بالتمرين وانا زيادة كسب تاويك بيني با حالتك تيوري بخيني. قال ابن الجزري ولا أعلم لبلوغ نهاية في التجويد مثل رياضة الألسنة والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. الله من بيموانيا نظام كسر الجيش بين نهاية التجويد وكو كسر كبين الزبان تمرين كات وتكرار كات ولا سلم وبين الدمي كسر المحسن وكسر جوان خين تلقي كات وليد. وقاعدته ترجع إلى كيفية الوقف والإمالة قاعدة التجويد قرأت السلوي كشون وقف كشون بيكش والإدغام وإحكام الهمز همز كان شو محكم كي والترقيق والتقسيم ومخارج الحروف.
وقد عد العلماء القراءة بغير تزويد لحن. علماء قراءة بغير تزويد يعني لحن لهجة لحن سيام خلل يطرأ على الألفاظ خلال كواردة بالألفاظ لبذكاء خلل. ومنه الجلي والخفي، بعض كان هم الخلالان جلين أشكران بعض كان هم خفي. فالجلي هو الذي يخل باللفظ إخلالا ظاهرا، أولك خلال وعلى ذكاء بالأبذكاء خلالك الظاهر يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم. هم كثير نبونا عصينا كي مشتركا علماء قراءة الفيضاني غير والفيضان، وذلك كالخطأ الإعرابي إعرابي للصرفي أولك خطأ إعرابي الصرفي كهم كثير تيئة. ظلام والخفي هو الذي يخل باللفظ إخلالا يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء. أولك خلال وعلى ذكاء بالأبذكاء بالأبذكاء خلالك فقد خاصبنا بناسنا كي وعلماء قراءة أي مي أداء الذين تلقوه من أفواه العلماء وانك فقال لدمي علماء وريان قطوة ضبطوه من ألفاظ أهل الأداء وضبط يمكن في الألفاظ أهل الأداء وانك فقال. والمبالغة في التدويرين إلى حد الإفراط والتكلف ليست أقل من اللحن. أولك إنسان زؤل تدويرها مبالغة بقاتة إفراط وخيبات الزحمة وأوش كم تلا لحن مياه، لأنها زيادة للحروف في غير موضعها هذه الزيادة هو الزيادة كذلك حرف الغير جيجا يا أخوي. كأولئك الذين يقرؤون القرآن اليوم بنغم شجي تردد فيه الصوت تردد الوقع الموسيقي والعزف على آلات الطرب. هذا كوانيك قراءتك نمرا بنغم هايكي شجي يعني دروني كذلك تدري كصوت كيدا ترددك هونيا هونيا أو قراءة التلاني يعني نزولا مساكي وكوشون ووقع التلاني موسيقي معازف وأوانا حرف موسيقية لسر على تحترب طرب شن حينك ترد لك أوايك يشنوا. وقد نبه العلماء على ما ابتدعه الناس من ذلك. علماء أقدام يمدعوا أبو بدعة بما يسمى بالترعيد والترقيز بالتطريب بالتحزين بالترديد أوانا أو مثلا ترعيد يعني الرعد رعد وكو رعد برق رعد دان، ترقيز يعني الرقص بيدان، تطريب يعني طرب بيدان، تحزين يعني حزن راحة بيدان، ترديد يعني قران لاست وقوة ترددك السلكتي أو كلمة وانزياك. ونقل ذلك ونقل ذلك السيوطي في الإتقان، السيوطي الإتقان نقلك. وعبر عنه الرافعي في إعجاز القرآن بقوله أو يكتب. ومما ابتدع في ومما ابتدع في القراءة والأداء هذا التلحين. أو يكتب بدعة لا ولا قراءة لأداء أم لحنها الذي بقي إلى اليوم يتناقله مفتونة قلوبهم. أويك أهتاو رجماوة فنيوك أيقرين نوانيوة قلبي أن توشي في النبوة وقلوب من يعجبهم شأنهم وقلبي وكسانيك شأنك شأنيك أوان أوان وعزايا بديانيت وكهان جالبة ويقرؤون به على ما يشبه الإيقاع وقراءتك بشيوك شبيه أو إيقاع أو وقعي موسيقي وانك بأسماء كلاسة أريبتان وهو الغناء على ما نوسيقي. ومن أنواعه عندهم في أقسام النغمي لأنواع كيك الأقسام لما كانت ترعيلة وهو أن يعيد القارئ صوته قالوا كأنه يرعد من الدرد أو الألم أو يك الرعدات كيشير هل هو كشون إنسان رعدات كيشير لا سرمايا لا يشير مثلا يشير كيبيا قاعنا علينا أو فيها رعد أو التبقيل وهو أن يروم السكوت على الساكن ثم ينقل مع الحركة كأنه في عدوين أو هرولة أو يك لسر بإسلاع السكوت إذا مبدأ لسر ساكنين لفشان لقل حركات ينقر يعني أو بيكتئون ينقر وكو نكت داني مليش كمان هونيا أو حالته مثلا كده إذا كده إذا لسر ساكنك علي أو لنيو خلاص ندا هونيا هونيا واقع رص كده لسر ساكنك هذا منه. والتطريب هو أن يترنم بالقرآن ترنمي كبدا ويترنم به فيمد في غير مواضع المد مد بدال غير مواضع المد مشاك كيشات وزيغي مد جميع ويزيد في المد إن أصاب موضعه ولي لما الداء أقر بقاد بشوني خويت مشاك زيادة لحد خويك. والتحزين وهو أن يأتي القرار على وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع أو يكا قرارات خين اللي بشويك قرياني أخريك بقري أقر خشوع وخضوع. ثم الترتيب وهو رد الجماعة على القارئ في ختام قراءته بلحن واحد على وجه من تلك الوجوه أويك جماعة لقل قارئك لآخري قراءتك بيقدر أن اللحن بشيويك بخنه هل أولي إفراتك ينظره؟ أنا والله أعلم هل كلك ينعرف
وإنما كانت القراءة تحقيقا وهو إعطاء كل حلف حقه على مقتضى ما قرره العلماء مع تفصيل وتأدى أو حذرا. هذا قراءات يا تحقيقا تحقيقيا وهو أويك هر حرفية حقه كيف يبدأ بمقتضى أويك علماء كتبانا لقال أوي ترتيج مراعاتك تأدش مراعاتك تأدش يعني وإثبات تأنيو لسال أخوي يعني خير حذرنا أما تحديد شيء كيران وهو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة شروط الأداء الصحيح. أويك كيكو يعني قراءة السرعة في أداء لقال أويك شروط الأداء الصحيح إيش علي يا تدويرا أو تدويرا وهو التوسط بين التحقيق والحذر أو صيانة أو قراءتك على نخيل نواويك يشنوا أكثر أنت وشي إشكالة من كيبا بس